بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، رمضان كريم عليكم وعساكم من عواد إن شاء الله، والله يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآل محمد. نكمل محاضراتنا أو نبلش بمحاضرات الكورس الثاني. المحاضرة الأولى بالكورس الثاني راح تكون تكملة للكارديو فاسكولار سيستم. احنا بالمحاضرة الأخيرة وصلنا للإي سي جي. الإي سي جي هو شنو؟ او الـ ECG duplication او deflection waves اللي هو موجات الانحراف الكهربائية. طبعا هذا يمثل لي الانتقال الإعازات الكهربائية او الاكشن بوتنشال عبر اجزاء القلب حتى تسبب لي contraction للventricle of the heart، وبالتالي عن راح ينتج عنها تقلص لبطين القلب اللي راح ينتج عنها ضخ الدم الى الشرايين حتى توزع بقيه اجزاء الجسم. هذا الاي سي جي اللي راح تشوفوه انه هذا، شوفوا هذا بهذا الشكل يمثل لي التخطيط القلب، تخطيط القلب. فكل نبضه، كل نبضه تتمثل بعده مراحل او فترات. هذه الفترات تمثل لي انتقال الاكشن بوتنشال من جزء الى اخر الى ان تنتهي النبضه، تسبب لي تقلص لبطين القلب. فإذا نجي على هذه النبضة العصبية، النبضة الواحدة يعني هذه الفترة كلها من هذه النقطة لنهايتها، هذه تقسمت حسب الأحرف اللي عندي. تبدي من الحرف B Q R S T، كل منطقة لها اسم. يعني هذه المنطقة شو أسميها؟ أسميها B wave. هذه تمثل لي الاتريال ديبولاريزيشن، يعني من يوصل الاكشن بوتنشال اللي راح يتكون بالساينو اتريال نود نتيجه اعازات عصبيه توصل من السمباثيتك او الباراسمباثيتك نيرفوس سيستم، فراح يتكون عندي اكشن بوتنشال. هذا الاكشن بوتنشال راح يتمثل هنا بالاذينين او الاتريال على شكل ديبولاريزيشن، بعدها راح ينتقل للبطينين راح تتمثل لي هذه المنطقه او الاكشن بوتنشال هنا ديبولاريزيشن، ينتقل للبطين يمثل لي الفتره الثانيه اللي هي او الويف الثاني اللي هو يبدي من كيو ار اس لحد التي. الفتره الاخيره هذه او الويف الاخيره اللي هي تي ويف، هذه تمثل لي فنتريكل ريبولاريزيشن. هذه اذا نشوفها، هذه الفتره الثانيه اللي هي من كيو الى تي انترفال او كومبلكس، بعد الفترة الأخيرة اللي هي T wave. طبعا بالنبضة الواحدة أو بالدقيقة الواحدة اللي تتكون من 60 ثانية، زين، هذه النبضة الواحدة اللي تتكون من 3 موجات، هذه طول الفترة مالتها 0.8 second، يعني أجزاء من second، 0.8 second يعني أجزاء من الثانية. زين، الدقيقة الوحدة اللي هي 60 ثانية بيها كم نبضة راح تصير؟ فنجي نقسم 60 على 8.8، شو يعطيني؟ يعطيني الريستنج ريت أو الريستنج هارت ريت، معدل القلب في حالة الراحة. يعني بالدقيقة الوحدة ايش قد راح يصير عندي؟ 75 دقة بالدقيقة، وكل دقة تمثل لي هارت بيت أو دقة القلب. زين، نجي الاكشن بوتنشال وين يتكون؟ يتكون بالساينو اتريال نيرفوس سيستم، عفوا ساينو اتريال نود، هاي العقدة تتكون بالأذين، بعدها تنتقل للاتريو فنتريكولار او هذه المنطقة شبيهة، هذه نسميها البيس ماكر، تمثل لي هذه الفترة اللي هي البي ويف. شو يتكون عندي هنا؟ راح يتكون عندي اتريال ديبولاريزيشن، إزالة الاستقطاب، اللي هو يتمثل لي انه يكون داخل الخلية اكثر سلبية مما خارج الخلية، يعني دخول ايونات البوتاسيوم الى داخل الخلايا، وبالمقابل راح تخرج عندي ايونات الصوديوم. زين، المنطقة الثانية او الفترة الثانية اللي هي كيو ار اس، هذه المنطقة تمثل لي هذا الارتفاع. زين، هذا يمثل لي شنو؟ انتقال الديبولاريزيشن من الاتريال الى الفنتريكولار. زين، انتقال الديبولاريزيشن او الاكشن بوتنشال الى البطينين، هذه المنطقه. زين،
بعدها ايش راح يتكون عندي؟ تتكون عندي الفترة الثالثة اللي هي تي ويف، هذه تمثل لي الاتريال ريبولاريزيشن، إعادة الاستقطاب للأذينين، إعادة الاستقطاب للأذينين. هذه المنطقة بعدها اللي هي الفنتريكل ريبولاريزيشن أو تي ويف، هذه تمثل لي فنتريكل ريبولاريزيشن، إعادة الاستقطاب، يعني هنا راح تنعكس دخول الأيونات، هنا راح تزيد معدل دخول أيونات البوتاسيوم إلى داخل الخلية. هذه الفترات شو تمثل؟ تمثل لي البي كيو انترفال، هذه الفترة الأولى أو الويف الأولى. الويف الثانية أو الموجة الكهربائية الثانية اللي هي كيو تي انترفال، والموجة الأخيرة اللي هي شنو هي؟ التي انترفال أو التي ويف. عندنا بعض الحالات تكون abnormal، مثلا إذا استطالت أو كبرت عندي عند الفترة الكيو ار اس، يعني شلون راح تصير؟ شوف بهالطريقة هذه، يعني من نجي نشوفها نشوف هذا الارتفاع الكيو ار اس يكون اعلى من الطبيعي، فمعناها هذه اكو حاله مرضيه او اكو خلل. هذا الخلل بمن يتمثل؟ انه يصير عندي هايبرتروفي اوف فنتريكل، اكو عندي تضخم في بطين القلب، وبالتالي راح يصير عندي ارتفاع في مستوى الديبولاريزيشن، ارتفاع في مستوى الديبولاريزيشن للبطين. هذه حاله. اكو عندي حالة ثانية انه يصير عندي اتساع لها او استطالة للفترة اللي يبقى بيها الفنتركل بي دي بولاريزيشن، يعني حالة الاستقطاب، وهذه الحالة تكون عندي معناها حدث عندي حالة ازالة الاستقطاب لكن تكون بشكل غير طبيعي، فترة اطول من الطبيعي، وهذا راح يزيد من ضربات البطين للقلب. زين، اكو حالة اللي هي elevated T wave، استطالة حالة او فترة T. احنا قلنا T هو شنو؟ repolarization، اعادة الاستقطاب للبطين، فبالتالي زيادة او ارتفاع مستوى، يعني شلون تكون عندي مستوى اعادة الاستقطاب يكون اعلى من المستوى الطبيعي، وهذا يكون ناتج عن حدوث هايبركاليميا، زيادة مستوى دخول أيونات البوتاسيوم العفو إلى داخل خلايا القلب. أكو حالة يصير عند فليتد، يعني هذه التي ويف تكون مسطحة، يعني يصير عند انخفاض في مستوى أيونات الكالسيوم العفو البوتاسيوم اللي راح تدخل إلى داخل خلايا الوطن، هاي نسميها هايبر أو هايبوكاليميا، أو حالات نسميها اسكيميا اللي هي قلة الأكسجين. هذه حالات تكون حالات مرضية. زين، إذا نجي على دورة القلب أو الكاردياك سايكل اللي هي حالات الأتريال سيستول دايستول، يعني حالة تقلص وانقباض الأذينين يتبعها تقلص وانقباض للبطينين. هذا الشكل يوضح لنا الفترات اللي هي البي كيو ار اس تي. زين، وهنا انا شي يوضح لي ضغط الدم، طبعا هذا اللي داخل المربع الاحمر او هذا الخط الاصفر يمثل لي الاتريال سيستول اللي هو تقلص الاذين، بعدها راح تجيني فترة تقلص البطين، شوفوا هذا الخط الجوزي يمثل لي تقلص البطين، طبعا هذا يمثل لي الجانب الايسر للقلب، الجانب الايسر للقلب، وهذا الأزرق يمثل لي الضغط بالأورتا أو الشريان. نانا يوضح لي الضغط الانقباض بالفنتريكل، وبعدها الانبساط. الانقباض هذا اللي دائما يكون المعدل مالته تقريبا 120 على الانقباض القلب اللي هو الضغط الانبساط اللي يمثل لي أعلى شيء هو 80 مليمتر هرتز. زين، هذا أعلى ارتفاع للضغط الانقباض هو 120، والضغط الانبساط اللي هو ضغط البطين يكون أعلى شيء 80 مليمتر هرتز.